أصحاب كوجي الحلوين. زي ما انتوا عارفين كوجي بيحب يكون مع أصحابه في كل مكان، والمرة دي كوجي قرر إنه يروح يلعب في بورسعيد ويفرح مع أصحابنا هناك. يلا بينا بسرعة نروح ونشوف ونستمتع وكمان نتعلم مع كرنفال جوري فرحي وكوجي في بورسعيد. احنا جينا لك يا جدو النهارده بدري علشان نزرع معاك، ايه رايك في المفاجاه دي؟ لا فعلا برافو عليكم. قول لنا كده بقى يا جدو، هنزرع ايه النهارده؟ هنزرع فول. ايه فول يا حرام عليك يا جدو، فول ده احنا طول السنه بناكل فول في الصيام. ما تيجي كده يا جدو نزرع لحمه. بتقول ايه يا ميري؟ بتقول ايه؟ لحمه؟ لحمه؟ ردوا انتوا عليها يا ولاد، هي اللحمه دي بتتزرع؟ لا. مش سامع، بتتزرع؟ لا. انا عارفه يا جدو ان اللحمه مش بتتزرع، بس قصدي الواحد من كتر ما بياكله بقى شبه الفوله المدمسه، وبصراحه لما باكله مخي بيتخن. على فكره بقى يا ميري، الفول ده طعمه حلو جدا ومفيد جدا جدا، عشانه مليان بالبروتينات والفيتامينات وكمان الاملاح المعدنيه، وغير كده كمان زي في حديد وفي فسفور اللي بيدينا الطاقه دايما، وكمان مفيد لصحه القلب وبيقويه، ودايما كده اللي بياكله بيبقى مبسوط وفرحان. كل ده يا جدو في الفول؟ قولي لي بقى منك ليها كده يا حلوين، هما فين انتوا لما بتصوموا؟ ما بتبقوش فرحانين بالصوم؟ طب تعالوا مع بعض احكي لكم عن واحد واصحابه الثلاثه موجودين في الكتاب المقدس. كان قدامهم انهم ياكلوا احسن اكل، بس هم رفضوا وطلبوا ياكلوا الفول اللي مش عاجبكم ده، وعملوا ده من غير ما حد يجبرهم. ايه ده؟ ايه الناس اللي غاويه فول دي يا جدو؟ تعالوا مع بعض نفتح الكتاب المقدس وانتوا تعرفوا مين هم. سفر دانيال الإصحاح الأول بيقول: في مملكة بابل الملك نبوخذ نصر أمر رئيس بيته أنه يجمع له شوية شباب شكلهم حلو ومتعلمين، ويعلمهم لغة الكلدانيين، ويقدم لهم من الأكل اللي بيتقدم للملك نفسه، يعني أحسن أكل وأجمل فاكهة، ويفضلوا على الحال ده لمدة 3 سنين كاملين. بعدها يقفوا قدام الملك اللي كان اسمه ايه يا شطار؟ نبوخذ نصر. عايز اسمع اصحابنا كان اسمه ايه؟ نبوخذ نصر. تاني مش سامع كان اسمه ايه؟ نبوخذ نصر. تمام. وكان من ضمن الشبان دول دانيال النبي ومعاه الفتية الثلاثة. حد فيكم يعرف اسمائهم؟ ايوه احنا جدو عارفين اسمائهم. قولي كده يا مطينة. حنانيا. يلا قولي قولوا معايا. حنانيا. حنانيا. وعزاريا. وميسائيل. تمام. حنانيا وعزاريا وميسائيل كلهم. تمام صح تمام. شفت بقى يا جدو، او ما ياكلوا من نفس اكل الملك، مش هياكلوا فول. استني بس شوية يا مرتينة، استني لما اكمل لكم بقية الحكاية. دانيال واصحابه الثلاثة رفضوا ياكلوا من الاكل ده وطلبوا ياكلوا الفول، علشان كده قال رئيس البيت: انا واصحابي ما نقدرش ناكل من الاكل ده ولا نشرب من الخمر ده، احنا ناكل قطاني. قطاني؟ ايه القطاني ده يا جدو؟ ده طعمه حلو. القطاني ده يا ميري هي الحبوب زي الفول واللوبيا. ها يا اولاد، حد يعرف حبوب تانية؟ زي ايه تاني؟ البسلة. ماشي، طب ايه تاني غير البسلة؟
والفول وتاني حد فيكم ياكل العدس؟ العدس العدس العدس. يبقى عندنا الفول وعندنا البسلة وعندنا اللوبيا وعندنا العدس. تمام تمام. في الاول رئيس البيت خاف جدا خاف جدا جدا ان هو ياكلهم، ان هو يسمع كلام دانيال، لكن طبعا دانيال اصر ودانيال راح معاه وعمل اتفاق وقال له احنا هنعمل اتفاق مع بعض، انت تقدم ليا انا واصحابي القطاني لمدة 10 ايام وشوف صحتنا وشكلنا عامل ازاي، لو ضعفنا وبينا وحشين خلاص ابقى اكلنا الاكل اللي انت عايزه. وفعلا بعد نهاية 10 ايام لقوا ان دانيال واصحابه التلاتة اقوى من كل الشبان التانية، وفضلوا كل يوم يقدموا لهم القطاني ده. علشان كده لقوهم ايه؟ لقوهم جيهم يقفوا قدام الملك. الملك كان مندهش قوي، الملك ما كانش مصدق نفسه، ازاي دانيال واصحابه التلاتة اقوى في كل حاجة؟ اقوى في قوة الجسم، اقوى في العلم، وكمان اقوى في الحكمة. يعني يا استاذة ميري المخ التخين بتاع حضرتك ده ملوش دعوة بالفول. عندك حق يا جدو، على فكرة اصلا يعني انا مخي مش تخين وزي الفول. واضح. عارفين يا ولاد، عارفين القوة فين؟ فين يا جدو؟ القوة في الفرح. دانيال واصحابه التلاتة صاموا فرح ورفضوا ان هم ياكلوا من اكل الملك، رغم ان ده كان احسن اكل، لكن طبعا هم رفضوا وصاموا بفرح. علشان كده ربنا خلاهم هم الاقوى. خلاص خلاص يا جدو، احنا اتعلمنا الدرس وعرفنا ان قوتي في فرحي. يلا يا اصحابنا نفرح جدو ونقول مع بعض قوتي في فرح. قوتي في فرحي. قوتي في فرح. قوتي في فرح. صغير لكن قوي، كوجي لكن نوري. اتبسطتي النهارده في الكرنفال؟ عملتي فيه ايه؟ حضرنا أركان كتيرة وبسطنا بنص الصديق وجده رسال. أكتر فكرة عجبتني جدا رسال، وعلمنا اللي احنا نزال نزرع الفول ودنا يعني الحاجات اللي احنا نعرف نعمل بها زرع الفول. علمنا نتكلم على النباتات والفول وسمعنا حكاية الفتية السلاسة ودانيال، وفي رحلة وهم بقى أقوى ناس وقالوا لهم كلوا الفراخ واللحمة والحاجات دي، راح هم رفضوا وراح أكلوا اللي هو الحاجات الحبوب. كانوا احسن، صحتهم كانت احسن من اللي كانوا بياكلوا لحمه. وصلصليكو علمونا ازاي ان احنا نرسم وش البهلوان. اتعلمت ازاي اشكل بستين صلصال وشكلت وش المهر. احنا بنشكر الاول سيدنا البابا، نشكر سيدنا الانبا مرقص، سيدنا الانبا تدرس ان اتاح لنا الفرصه ان احنا نعرف قناه كوجي، ونشكر القائمين على القناه ان هم اتاحوا لنا الفرصه دي. واحنا أولادنا أول ما سمعوا إن قناة كوجي جاي عندنا فرحتهم كانت كبيرة قوي، من محبتهم لفقراتها المتنوعة تيجو بوكس وطاطا وبقسماطة وجدو نسان وأركان القناة كلها، لدرجة إن احنا ما كناش قادرين نستوعب كل العدد ومنعنا أطفال إن هي تحضر تاني. نشكر القناة ونشكر المعدين ليها وكل اللي تعب وكل اللي ليه كان تعب في الخدمة دي.